مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم اليوم في حلقه جديده من هنا الان. اليوم نهار 3/11/2017. باش تتواصلوا معنا تنجموا تكتبوا لنا على صفحه قناه التاسعه على الفيسبوك، على هاشتاغ هنا الان على تويتر، على قناه اليوتيوب التاسعه، والا على الموقع الرسمي للقناه التاسعه.tv. اليوم باش نحكيوا في المواضيع التاليه: اضراب عام في تطاوين ورفض للحلول الحكوميه اللي تقدمت البارح في مجلس الوزراء. نقابة الصحفيين تصدر التقرير الأول حول الاعتداءات على الصحفيين وحرية الصحافة. نستقبلوا في جزءنا الأخير ضيفة الحلقة ريمي بندلي، صوت الطفولة زمن الحرب. عسلامة ومرحبا بكم. باش نحكيو على الضرب العام اليوم في تطاوين ورفض المحتجين والمعتصمين اللي تتواصل احتجاجاتهم طوال الأسبوع الثالث لكل ما جاء في المجلس الوزاري البارح اللي تعقد في الغرض واللي جمع النواب برئيس نواب المنطقة، منطقة تطاوين اللي هما أربع نواب في مجلس نواب الشعب، بالوزراء المعنيين والمصالح المتداخلة الكل، برئيس الحكومة كيف كيف، واللي خرج بجملة من نقاط. قبل ما نستقبل ضيفي نرحب به الساعة سي طيب المداني، نائب حركة نداء تونس عن ولاية تطاوين. مرحبا بك سي طيب. مرحبا بك ومرحبا بمستمعي مشاهدي قناة التاسعة. مرحبا بك سي طيب. خلينا ناخذوا من تطاوين مراسل قناة التاسعة سي حبيب الشعباني بسكايب. سي حبيب كيف يحضر قولوا لي. مرحبا سي طيب، خليني نبدا بك. البارح في المجلس الوزاري اللي هما طالبوا به المحتجين في تطاوين منذ مدة ملي بدات احتجاجاتهم، خرجتوا بجملة من النقاط خلينا نذكروا بها ومن بعد نحكيوا على ردود الأفعال. هي أمس عقدنا اجتماع خاص بجهة تطاوين. احنا كان نداء تونس منذ انطلاق الأزمة هذه كنا عقدنا اجتماع، وكنا أول حزب عقدنا اجتماع جهوي خصصناه للجهة، وكان بتاريخ 2 أبريل، وقلنا أنه نداء تونس يتبنى مطالب الجهة، مطالب شباب الجهة في خصوص التشغيل والكرامة والعيش بكرامة في جهة تطاوين. أمس معناها حضرنا الاجتماع مع السيد رئيس الحكومة، وكنا من البداية طلبنا باجتماع مع رئيس الحكومة. أنا بالنسبة لنا احنا كنداء تونس ما حضرناش حتى الاجتماع التمهيدي اللي صار، باعتبار أن رأينا هو أنه القرارات لا يمكن أن تصدر إلا عن طريق السيد رئيس الحكومة. الوفد الوزاري، مع احترامنا للوفد الوزاري اللي انتقل للجهة، ولكن احنا غبنا وغيبنا، غبنا بإرادتنا. الجلسة اللي صارت في تطاوين مع المحتجين غبتوا عليها على أساس غبنا على أساس وأن هذا ماهوش سقف المطالب اللي عندنا في نداء تونس، وغيبنا باعتبار وأن لم يقع استدعائنا لحضور هالاجتماع هذا. معناها نائب جهة وحزب حاكم لم يقع استدعاه لحضور هالاجتماع هذا من طرف والي الجهة. كذلك غيب عن الاجتماع هذاك المعتمدين الجهة كل، وهذا من هنا كانت الانطلاق. أمس معناها بدات الاحتجاجات تزيد، معناها رافضه شنو باش هي هي الاحتجاجات من البدايه، رفضوا تدخل الاحزاب، وهذا انا نسندهم فيه لان الاحتجاجات في تطاوين كانت سلميه وبعيده على تبني الاحزاب لهالاحتجاجات. ما ثم حتى حزب ينجم يقول انا راني عملت الاحتجاجات هذه، ولا انا معناها دعمتها، ولا اي حاجه. هي تحركات اللي هي تحركات العمل. لكن بون سلميه من الاول سي طيب، بديت بغلق الطرقات على قدام معناتها السيارات اللي الناقله للشركات البتروليه هذيا، وصار حرق اطر مطاطيه وكذا. هي سلميه، لم يقع الاعتداء على اي انسان، وعلى لا للممتلكات الخاصه ولا للممتلكات العامه. اشعال العجلات هي اشاره على غضب ابناء الجهه. الوفد الوزاري ما شاركتوش في الجلسه نتاعو اللي اقامها في تطاوين واللي خرجت به واللي ما ارضاش كالعاده المحتجين. نوصلوا للمجلس الوزاري الخاص. المجلس الوزاري أن القرارات اللي خذيناها أمس مانيش راضي عليها توتالمون، لأن دون المستوى، ولكن هذاك ما كنا نجم نوصلوا له. سقف الحاجات اللي كنا نجم نوصلوا لها، علاش؟ احنا قسمنا ما بين أمس ما بين مطالب الجهة في حاجات استعجالية اللي هي أمس صدرت في الـ في الـ في, الـ في البيان، وحاجات مش ممكن أنها تصدر ثميكة لأن يلزم اتخاذ القرار،
وهذا القرار باش يكون قرار قريب جدا، لان مجلس الوزاري اللي طلبت انا من السيد رئيس الحكومه انه يكون في تطاوين واستجاب لذلك مشكورا، لان هذا هو كان في الاول يعتقد انه باش ياخذ الاجتماع لهنا، ولكن انا طلبت واستجاب لذلك، مع شرط ايضا انه يكون مصحوب بحزمه من الاجراءات الفعليه والقرارات الفعليه، مصحوب ايضا بالمديرين العامين للبنوك ورجال الاعمال، لان بالنسبه للمجلس الوزاري اللي مبرمج توا في بدايه ماي. علاش احنا طلبنا بضروره احضار البنوك؟ لان تطاوين ولايه تطاوين محطوطه كمنطقه مخاطر، زون اريسك. احنا في تطاوين عندنا 4 أو 5 انواع من البنوك، في حين ان ثم 25 او 26 بنكه منتصبه في تونس، وهذا يبين لك الفارق ان المنطقه هذه لا تحظى لا بالتنمية ولا بالاستثمار. إذا كان البنوك هي اللي بتعطي القروض وبتشجع المستثمرين، تحط ولاية كاملة في منطقة مخاطر، إذا التوجه من هنا باش يكون خطأ. سي طيب، نرجعوا للنقاط هذه بالنقطة بالنقطة، بعد ذلك خليني نشوف الوضع في تطاوين. حبيب الشعباني مراسل قناة التاسعة، عسلامة كان تسمع فيا. حبيب، قل لي، أوصف لي الوضع توا اليوم ساعة بعد الإضراب العام، خلال هذا اليوم اللي تقرر فيه وتقام فيه إضراب عام يبدو أنه ناجح في تطاوين. نعم، اليوم تقريبا انطلاق من الساعات الاولى بفجر اليوم كان الموعد مع اضراب عام بكامل ولايه تطاوين، خلينا نقولوا معناتها ناجح 100% باستثناء المرافق العموميه الخاصه بالسلك الصحي، ايضا المحافظ كانت مفتوحه اليوم، لكن المرافق الاخرى كانت كلها مغلقه. ايضا بالنسبه لي حركه الطرقات كانت سلسه، وكل النقاط الاعتصام كانت مفتوحه، وكان شباب الاعتصام هو المشرف على حركه المرور. بالنسبه للقطاعات الاخرى كما قلنا الان هدوء في كامل ولايه تطاوين. ايضا هناك اجتماع واقع الان ما بين النقاط الـ40 الموجوده في حبيب. نرجع لك باش نحكيو على الاجتماع الشعبي، نرجع لك بعد دقيقتين ان نحسنوا الصوت، جوده الصوت، ونرجع لك نحكيو على الاجتماع الشعبي والشعارات والنقاط اللي تم رفضها. سي طيب، كنت تقول لي انه المنطقه كلها، الولايه بكلها مصنفه انها منطقه خطر، وحتى الاستثمار والبنوك ما تجيش به. النقطه هذيا وافق عليها المجلس البارح على اساس انه كيف باش تمشي لتطاوين باش يحضروا الوكلاء تاع البنوك هذيا، شنو الاخر؟ هي منطلق الاحداث هي في خصوص تشغيل ابناء الجهه في حقول النفط والشركات العامله في مجال الطاقه في منطقه تطوين. البرمة في تطاوين بصفه عامه وفي البرمة خصوصا. احنا من الاتفاقات مع حكومه سي الحبيب السيد كانت ان النسبه يلزم تكون 70% من ابناء الجهه حسب الاختصاص، وعملنا بالاتفاق هذا في حكومه سي الحبيب السيد، ولكن وقعت معناها تراجع فيها الاتفاقات والالتزامات من طرف المؤسسات اللي تشتغل في تطاوين. بالامس اصدر القرار من السيد رئيس الحكومه، هو قرار الزامي بالزام الشركات العامله في مجال الطاقه، وهذا نحب اشير له انه هالاحتجاجات بتاع تطاوين استفادت منها كامل ولايه الجمهوريه. استفادت كيفاش؟ لأن نسبة 70% هذه ستطبق على كل ولاية الجمهورية، وكلفت وزيرة الطاقة بأعداد منشور في ظرف حتى النهار 15 معناها في ظرف 4 أيام، وتوجيهها لكل الشركات العاملة الطاقة اللي عاملة في البلاد التونسية بما فيها تطاوين، الجهة الأولى هي تطاوين، للالتزام بنسبة 70% من تشغيل أبناء الجهات. معناها احنا استفدنا وبقيه الجهات ايضا استفادت. معناها هذا حق ولا لابناء الجهات اللي فيها مؤسسات تشتغل في البترول او في الطاقه، راهو الجهات الكل عندها نسبه 70%. 70% هذه كيف ستراقب؟ لان الاشكاليه في المراقبه هي في الكونتينيتي نتاع ال 70%. ال 70% هذه شكلت لجنه في اطار الجهه على الجهه، في كل تجتمع كل 3 أشهر وتقارن القوائم نتاع العمال في الشركات هذه هل التزمت بالوحده ولا لا، وكل شركه ما تلتزمش يقع اجبارها على الالتزام بالعمل بما تم الاتفاق عليه. معناها هذايا ولا واقع، هذا هو سبب الانطلاق الاول للمشاكل في تطاوين وقع حله.
ثانيا عندنا شركه البيئه والغراسات في تطاوين. الشركه هذه احدثت على اساس انها معناها ستشغل 500 عامل في دفعه اولى، ولكن ما رعنا الا ان الشركه هذه تشغل حوالي 30 واحد، معناها على اقصى تقدير 20 عامل، والبقيه في المكاتب في مكاتب الشركه. اذا الاتفاق اللي تم عليه سابقا في خصوص الشركه هذه ما تمش العمل به. امس تم اقرار انه انتداب فوري ل 500 عامل في الشركه هذه كدفعه اولى، لانه الشركه ينتظر منها اعداد اكبر منها كبر، لان في انتظار ان نهار 16 ماي ان شاء الله في اثناء المجلس الوزاري سيتم الترفيع في راس مال الشركه. راس مال الشركه هذه هي اللي تساهم فيها الشركات الاخرى والليتاب وبعض الشركات الاخرى، باش ترفع في راس المال الى 5 مليون دينار حتى تتمكن الشركه هذه من ايجاد موارد لخلاص اجور العمال، وايجاد ايضا صفقات للشركه هذه باش ننظم زادة انها الشركه هذه ديمومه للشركه، باش ما تكونش كما شركه البيئه في قفصه او بعض الشركات الاخرى اللي اصبحت فيما بعد معناها ثقلها كل محمول على الدوله. واحنا ما نحبوش ان الشركه هذه تكون فاشله، نحبوها شركه ناجحه وتضمن الديمومه وديمومه العمل وديمومه الشغل في لابناء الجهه. ايضا عندنا مشكله بطاقات الصحراء. عندنا مشكله بطاقات الصحراء، كان تفسر لنا شنو هي ساعه بطاقات الصحراء. اي انسان باش يدخل الصحراء يلزموا بطاقة صحراء، بطاقة دخول، لأن هي منطقة عسكرية. يقع في نقاط تفتيش من الجيش الوطني، يقع المطالبة ببطاقة الصحراء. بطاقة الصحراء هذه فيها تلاعب كبير، التلاعب كبير، لأن ناس تحصل على بطاقة صحراء بطريقة أو بأخرى، الله أعلم كيف اشتغل. كانت عند الولاية طلبنا أمس ترحيل هالبطاقة الصحراء إلى وزارة التشغيل، أي المكتب الجهوي للتشغيل بتطاوين، هو اللي باش يولي يعطي بطاقة الصحراء. ولهنا نظن أن الإدارة تكون محايدة وتكون هي المراقبة لعقود الشغل. التلاعب وين يصير معناها؟ شو اللي طلع في إسناد بطاقة الصحراء؟ احنا قبل كانت مراقبة القائمات الأبناء التطاوين اللي يشتغلوا في البرمة، يكون التلاعب قائمات يراقبها المعتمد الأول ويقارنها لنا، ثم نسبة 70% ولا ما ثماش، ثم يسند بطاقة الصحراء. وقع ما عادش يقع المراقبة في نسبة 70% وتسند بطاقات الصحراء ولا جزافا. وهذايا احنا خرجنا بها واعطيناها لإدارة التشغيل، لأن إدارة التشغيل هي اللي تراقب عقود الشغل عادة في جهة البرمة، وتكون هي معناها الجهة اللي عندها أكثر شفافية في شنو فما آخر نقاط مهمة؟ عندنا أيضا تعبيد نقطة 10 كيلومتر من طريق مطوس. طريق مطوس هذا احنا هو الإشكالية في أيضا في تطاوين، هو إجراء نعتبره أنا طلبت به في مجلس النواب منذ سنة ونصف تقريبا. لأن الفساد في الجهة هذه أنا من تعرف من عام 67 إلى حد الآن، ثم مقاول واحد يقوم بجرف الطريق هذه، مسحها بالآلة الجارفة مقابل 650 مليون ألف دينار في السنة، كي تحسبهم تقريبا 30 مليار من 67 لتو، معناها هذا هو نعتبره الفساد. يزفتوا مش 30 مش 50 كيلومتر مش 100 كيلومتر، وهي رمادة البرمة 80 كيلومتر، معناها بالنسبة لنا احنا خذينا 10 كيلومتر، هذه اللي تمثل حاليا الإشكال الكبير، هي طريق جبلية وعرة، وعلى اساسها الشركات تهربت من الدخول المرور بالشركه هذه باعتبار انها ثم معدات ثقيله يلزم نقلها من طريق سلسه نوعا ما. قلنا انه نزفتوا هال 10 كيلومتر هذوما في انتظار ايجاد التمويل لتعبيد بقيه المسافه اللي هي 70 كيلومتر، واللي باش تكون ان شاء الله السنه ايضا 80 كيلومتر حتى للبرمه، وهكا نمنعوا تعله الشركات، لان الشركات حريصه تو هي باش ما تزفتش 80 كيلومتر، ولكن نلقوا من شيره اخرى انه طريق تزفت وتعبد من قابس الى البرمه، واحنا هذايا نحبوا نقطعوا مع طريق كمبوت، والمرور بصفه الزاميه الشركات هذه لازمها تمر عبر تطاوين لانها داخل صحراء تطاوين. سي طيب، يقول قائل اغلب النقاط هذه
جات في المطالب من أول الاحتجاجات هذية، واليوم المجلس الوزاري البارح أجاب عليها، لكن معناتها وعطاها حلول أولية اللي أنت قلت صحيح ماهيش الكاملة معناها اللي نحبوا عليه الكل، لكن هذا السقف اللي لا تنجم اليوم توفره الحكومة. هذا ما منعش أنه الاحتجاجات تواصلت، وأنه الإضراب اليوم يقولوا فيه المحتجين في تطاوين أنهم رافضين للحلول هذه. خلينا نشوفوا في التقرير هذا صور الاحتجاجات اليوم وصور الإضراب، ومن بعد نرجع نواصلوا كلامنا. توقفت كافة الأنشطة الحيوية اليوم بمدينة تطاوين، وباستثناء عدد من المخابز والصيدليات والمستشفى الجهوي، وبقات الطرقات مفتوحة أمام حركة المرور إلا من شاحنات الشركات البترولية، وذلك تنفيذاً للإضراب العام اللي دعت له تنسيقيات شباب الولاية. ورغم المحتجين بساحة الشعب تجمع، حضروا عدد من المواطنين اللي ساندوا التحركات الشبابية وجدوا مطالبهم المتمثلة بالأساس في التشغيل والتنمية، ودعوا الحكومة لتنسيم التفاتة حقيقية للجهة. حل مغلق معناها مساندين للشباب، وكما قلت لك ان شاء الله كيما بدينا اضراب سلمي يبقى ديما اضراب سلمي. قررت يخرجوا بها كل قررتها كحاجه معناها بين قوسين بايت ومسخن، معناها حاجاتها والطريق في الطريق وفي ماتوس وترشنو. مطالبنا اللي طلبناها احنا كل ما جبدوا منها حد شيء ومحكوش عليها خلاص في الاجتماع نتاعهم. قرار يأتي بعد رفض تنسيقيات المحتجين والمعتصمين بعدة مناطق بالولاية الإجراءات المعلنة عقب المجلس الوزاري اللي أشرف عليه رئيس الحكومة، بحضور نواب الجهة وممثلين من المنظمات الجهوية في ولاية تطاوين، وأكدوا أنها ما ترتقيش لمطالب وتطلعات المعتصمين، ومن بينها تفعيل الاتفاق المتعلق بإعطاء الأولوية لانتداب أبناء الجهة في الشركات البترولية، وبعث لجنة تتولى تقييم التصرف في ميزانية برنامج المسؤولية الاجتماعية وإعداد تقرير قبل منتصف شهر ماي، فضلاً عن عقد مجلس وزيري مخصص للتنمية بالجهة خلال النصف الأول من شهر ماي من سنة 2017. طيب باش نرجع نسأل مراسلنا حبيب الشعباني، كان تسمع فيها يا حبيب، اليوم كنا نحكي وكنت تسمع فينا على المطالب اللي نجمة توفرها الحكومة في ظرف هذية البارح في المجلس الوزاري. اليوم المحتجين اللي رافضين الحلول هذية شنو يقولوا، شنو طالبين، شنو يحبوا بالضبط، شنو اللي رافضينه في المطالب هذية ولا في الحلول اللي لقاتها الحكومة؟ بالفعل اليوم تقريبا كان الاجتماع الشعبي اللي انعقد تقريبا بداية من 10 صباحا، نفس العدد اللي حضروا تقريبا في يوم السبت حضروا اليوم تقريبا فوق 5000، لكن درجة ممكن الاحتقان أكثر شوية والرسائل كانت أقوى شوية بسبب المفرزات الاجتماع اللي صار البارح تحت إشراف رئاسة الحكومة. لهنا نقطة الزمن أو مفهوم الزمن هو اللي اختلف ما بين رئاسة الحكومة والمجلس الوزاري والمحتجين. المحتجين يركزوا على الفوري، وبالنسبة لرئاسة الحكومة والمجلس الوزاري أنهم عندهم 15 يوم لا تعني شيء، معناتها يجب على الشباب الانتظار، الشباب لا ينتظر بالنسبة لهم. هذه الرسالة حب يوجهها من خلال الاجتماع الشعبي، يحبوا قرارات فورية. أيضا ثم ممكن نقطة ثم فيها سوء تفاهم، هي 10 كيلومتر اللي باش يتم تعبيدهم في منطقة ماتوس، الشباب اللي هنا يرى فيها اللي كونها تهم الشركات أكثر من تهمهم هم. بالنسبة للنسب، النسب اللي باش يتم اعتمادها 70% من شباب تطاوين، قال لك ممكن 10 باش تدب الشركة 10 أشخاص باش يكون نسيب تطاوين 7، معناتها في سنة كاملة كل شركة باش تدب 7 أشخاص، معناتها ما يفوتش العدد 500 بالنسبة غير كافي. واضح. نعم. أيضا نقطة أخرى بالنسبة لشركة البيع، 500 اللي باش يتم تدريبهم في شركة البيع والبستنة هم عندهم عمال الحظاير اللي هنا في تطاوين عندهم إشكالية تقريبا عندهم مدة، وهم يستناو في قرار من الحكومة باش يتم إدماجهم باش ينضاف لهم 500 أخرين في عمال الحظاير، بما أن هي شركة البيع ما فيهاش ترسيل. معناتها عندك نقاط تقريبا 10 نقاط اللي تم الاتفاق عليها في المجلس الوزاري اللي هنا في تطاوين كلهم رافضينها، مش رافضينها لأنها ممكن ما تلبيش طموحاتهم، لا، رافضينها لأنها منقوصة في من حيث الكم، أيضا لأن الفاعل المفعول الزمن كما قلت لك ممكن باش يبقى. ونعطي كلمة هم أصره الشباب قالوها، عندهم أنتي 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 معناتها وعود، معناتها ولا عندهم تلقيح ضد الوعود، كلمة وعود ولت تثير لديهم إحباط، ومعناتها نفسانيا يبدأ الشباب محبط يعمل يسمع كلمة
باش نعمل ولا سوف ولا س يحبوا نقر. حبيب خلينا الناس نكتاو الاحتجاج، معناها الاعتصام مازال موجود والاحتجاجات مازالت متواصله، وكما يقولوا هما الرخله، معناها الرخله الكلمه هذه تقريبا تداولت في على المستوى الشبكات التواصل العنكبوتي. الرخلة هي حتى في المطر أمس تقريبا قاعدة 3 أيام الرخلة. بالنسبة لهم حاليا بالنسبة للتطاوين 3 أيام اللي فاتوا خاصة مع تزامن وصول المطر هي تعتبر ما فماش احتجاجات، فما اعتصامات نقاط اعتصام وفما شباب يسير في البلاد، ما فما حد شيء معناتها حتى بالنسبة للمواد الغذائية بالنسبة للمحروقات بالنسبة لكل شيء معناتها يتعدى عادي وما فما حتى إشكالية. بالنسبة للتصعيد ننتظر الجلسة اللي واقعة صايرة توا فيها 40 ممثل عن 40 نقطة اعتصام، بعدها باش نشوفوا يندرى باش يتم إعادة إغلاق الطريق أو ثم نقاط أخرى ممكن تكون مفاجأة أنا ما نعرفش نقاط. نستنى يا حبيب تخطيطك المخرجات الاجتماع جديدة، ننتظر ونتعرفوا على ذلك في الإبان. واضح، شكرا لك حبيب شعباني مراسل قناة 9 من تطاوين. سي طيب يقول لك اللي رافضينه في الحلول هذية الكم، معناها أنت كي تقولي 500 لأنا نحب 1000، وكي تقول لي تشغيل في الشركات البترولية 7 ولا 10 ما نعرفش كيفاش حسبوها بالضبط مش كافي، ويقول لك أنه التعبيد طريق مطوس ينفع الشركات أكثر من اللي ينفعهم هما. بالنسبة لنقطة تعبيد طريق مطوس، أنا كنت ذكرت أنها تنفع جهة التطاوين ما تنفعش الشركات البترولية، لأن الشركات البترولية هم في أعداد طريق ما بين يربط ما بين جابس والبربة عبر كمبوت، إذا الشركات الآليات والعمال ونقل العمال وكل شيء سيتم عن طريق الطريق هذيك، وإحنا قطعنا الطريق على الشركات البترولية لتنفيذ ما تريده. إلزامية المرور بتطاوين معناها باش تدخل الصحراء تطاوين يلزمك تمر عبر تطاوين، وهذا يقطع مع ما يروج فيها في الاحتجاجات هذه من أن الطريق هذه خصصت للشركات البترولية لا خصصت للجهة وخصصت لأبناء الجهة ولمنع التلاعب بمصالح الجهة، وهذا نقطة ونتعدوها. بالنسبة للأعداد الإحصائيات أنا مش عارف كيفاش عملوها، احنا قلنا 70% من العمال كل شركة عندها 10 ولا عندها 100 يلزم 70% من النسبة اللي عندها، والقرار وهذه القرار فوري وأيضا قرار التعبيد فوري، قرار 500 للالتحاق بشركة البيئة والغراسات فوري. احنا قلنا 500 هو بالنسبة للشركة فتية ما عندهاش موارد وما عندهاش حتى اللي مارشي ما عندهاش، معناها بالنسبه لينا احنا عندها اختيات مرشي من قيمه 700000 دينار من المجلس الجهوي وكو ما عندهاش، معناها بالنسبه لينا احنا هل ان 700 دينار اللي عندها من 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 المرشي بتاع المجلس الجهوي قادره باش تخلص 500 عامل؟ مش قادره. اذا احنا يلزمنا نحطوا ساقينا على الارض ونحلموا، صحيح عندنا الحق في الحلم ولكن الحلم ما يبعدناش على الواقع، ما يبعدناش على ان الشركه هذه اليوم عندها فلوس غدوه ما عندهاش فلوس، معناها نخدمهم اليوم ونبطلهم بعد جمعه، هذا لا، احنا حبينا الوعود تكون صحيحه ماهيش وعود، هي تكون قرارات والقرارات هذه كلها قرارات ستنفذ، منها ان الشركات العامله في البرمه كلها ملزمه بفتح مقرات وتمثيليات لها في تطاوين في غضون معناها اخر اجل هو 31 جويليا، وهذا معناها سيعطينا نسبه بتاع تشغيل تفوت 300 عامل ايضا. معناها نقطه الالزام والفوريه معناتها هذوما 10 نقاط، هذوما 10 نقاط فوريات، هذوما تطبيقهم بدا من اليوم، معناها مش نستنوا، هذا اللي يقرا البيان يلزمه يقراه من اولى لاخرى، هذوما 10 نقاط صحيحه وفوريه. طيب جاوبني على النقطة اللي صرح اليوم طارق الحداد اللي هو الناطق باسم المتحدث باسم تنسيقية المعتصمين والمحتجين في تطاوين، انه ينقدوا الاطراف السياسية اللي انتم تمثلوهم انت عن حزب نداء تونس في تطاوين، ان كونها تتبنى في قرارات الحكومة وتزكي فيها وموافقة عليها دون العودة ليهم، معناها انت اليوم توا انت صوت شباب تطاوين بما انك نائب في مجلس نواب الشعب عن تطاوين، عنهم هما اللي انتخبوك، يقول لك ان احنا اليوم ولينا معناش فرد موقف احنا والنواب نتاعنا، انتم تبنيتوا الحلول هذه لكن المحتاجين على الارض لا. ربما اللي حضر الاجتماع امس يعرف ان ما تبنيناش لا ارى الحكومه ولا حشيت، تبنينا ابناء جهتنا والقرارات ستكون هذه قرارات فوريه وستتبعها قرارات في المجلس الوزاري ستكون ايضا قرارات فوريه. وتبنينا موقفنا موقف جهة تطاوين.
احنا صحيح ما اتصلناش بال 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 ببعض المحتجين ببعض، لان عندنا علاقاتنا وعندنا اتصالات مع المحتجين ايضا. مانيش باش نجم نتصل ب 5000 محتج انا كل واحد ناخذ رايه. عندهم تنسيقيات، عندهم تنسيقيات، التنسيقيات فما الاجتماع دائما بين التنسيقيات فيها الوان، فيها الوان هذا ما لا يمكن نفيه، فيها الوان واحزاب مختلفه في التنسيقيات هذه، ويمثلوا رواحهم بصفه او باخرى يمثلوا الاحزاب. اي ان احنا كنداء تونس يوصلنا الاخبار وتوصلنا شو يطلبوا من التنسيقيات هذه بيدها. معناها بالنسبه لنا احنا كيفنا كيف بقيه الاحزاب، رانا وجودنا ابنائنا موجودين في الشارع، لان ابنائنا بطاله، احنا شباب نداء تونس بطاله. اذا كان شباب بطال انت لا تنجم تمنعه، لا تنجم تقول له ما تحتجش، هو يحتج. وهذه قلنا احنا راهو ما عندها حتى دخل في الاحزاب. اذا احنا كي مشينا امس لرئاسه الحكومه، صحيح احنا احزاب النهضه والنداء داعمين للحكومه مساندين للحكومه، ولكن بالنسبه لنا احنا امس مشينا ابناء تطاوين، مشينا ابناء تطاوين ضد الحكومه، والزمناها باتخاذ القرارات هذه وسنلزمها بمزيد من القرارات في يوم 16 ماي في المجلس الوزاري الذي سيعقد في تطاوين. في تطاوين. اخر سؤال سي طيب، فما محتجين اليوم التحقوا من مناطق اخرى الاحتجاج في تطاوين المدينه، بونجيو من كسرعون، من بني مهيره، مسمار، كلهم مشاو 35 كيلومتر على ساقيهم في حركه احتجاجيه اخرى. انواع الاحتجاج الكل، التحركات الاحتجاجيه كلها صايره توا في تطاوين، وفما زاد شباب التحق من جابس من العاطلين على العمل اللي ساندوا في الاحتجاج هذا. فماشي خوف من انتقال الغضب اليوم الى مناطق اخرى من البلاد وانه تشيع الحاله هذه؟ هو ما ثم حتى شيء يمنع من انتقال العدوى هذه، معناها الاحتجاجات تنتقل من منطقه لمنطقه، ما ثم حتى حاجه تمنع. ولكن انا نحب نشيد بالتدخل الامني في تطاوين اللي كان تدخل رائع ورائع جدا، معناها ما شفنا حتى احداث ما بين الامن وما بين شباب تطاوين، وهذا شيء معناها نشيدوا به. لان رغم غياب كامل كي تشوف للامن في تطاوين، ولكن ما صار حتى احداث، لم يقع الاعتداء على لا الملك الخاص ولا الملك العام، وهذا نشيد به كتدخل لمعالجه الامن ومعالجه شباب تطاوين. وشباب تطاوين، شباب تطاوين اللي كان على درجه كبيره من الوعي، المرافق الحيويه كلها كانت محلوله، والطرقات محلوله، والصيدليات والمستشفى والمخابز واللي يحتاجوا المواطن رغم الاضراب العام، واللي نعدوا به جهتنا ان نهار 16 يحاسبونا نهار 16 ان شاء الله، 16 ماي ان شاء الله ستكون اجراءات جيدة للجهة، وسنلزم الحكومة بالذهاب إلى تطاوين بحزمة من المشاريع اللي قادرة على امتصاص البطالة في تطاوين. شكرا لك سي طيب المديني، النايب عن حركة نداء تونس عن ولاية تطاوين، نقعد معايا نحب نطمن على القروان، على خاطر اليوم فما تحركات احتجاجية كيف وقطع للطريق في ولاية القيروان. نتصلوا بمراسلنا، مراسل قناة التاسعة خليفة القاسمي من القيروان. مساء الخير خليفة، شنو الوضع في القيروان تو؟ مساء الخير ليكم كافة المشاهدين قناة التاسعة. نعم حاليا الحالة عادية وهدوء تام بعاصمة الغالبة، مع فتح الطريق منذ حوالي الساعة 6 مساء بعد ما تم غلقه من طرف المحتجين على مستوى شمالي مدينة القيروان، وبالتحديد بمفترق الزربية، وتعطيل حركة المرور. الطريق هذا يربط بين الشمال التونسي والجنوب. المطالب عملية الغلق يا خليفة. نعم المطالب هو تفعيل القرارات الوزارية التي اتخذتها الحكومات السابقة فيما يخص ولاية القيروان كتفعيل المشاريع، مطالب تنمية وتشغيل أكيد. نعم خاصة القرارات الوزارية السابقة تم يعني اتخاذ قرارات كمشاريع المناطق الصناعية والسكة الحديدية والمدرسة الوطنية للمهندسين وتوفير الماء صالح الشرب للعديد من المناطق الريفية، وبعث مشاريع تنموية لتوفير مواطن الشغل. خاصة القروان كما هو معروف تحتل المرتبة الأولى في نسبة الفقر، وتحتل المرتبة قبل الأخيرة في التنمية، وكذلك فيها أعلى معدلات في نسبة الانتحار. واضح خليفة، تحس أنه أنت اليوم في الشارع ومع المحتجين في القروان أنهم التحركات الاحتجاجية في تطاوين وفي الكاف شجعت الناس في القروان أنها تخرج وتطالب نفس المطالب، ولا الحركة كانت منظمة من قبل ما نعرفش، لكن تشجع الجو العام يشجع على الاحتجاج تو مطالبة الحكومة؟ بالفعل الدعوة هي انطلقت منذ مدة في الحقيقة، لا علاقة لها باحتجاجات نتاع تطاوين. القيروان يحسوا يعني بالغبن وانعدام التنمية وضعف التشغيل، دعا لها المكونة المجتمع المدني على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والفرع الجهوي للمعامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبعض الجمعيات الأخرى.
شكرا لك خليفة، نتابعوا معك آخر التطورات في القروان في تقاريرك الإخبارية. شكرا لك وشكرا سي طيب المدني النائب عن تطاوين. نمشيو للموضوع الثاني متاعنا. نقاب صحفيين اليوم قدمت تقريرها الأول حول اعتداءات الواقع على صحفيين وعلى حرية الصحافة. نتابعوا التقرير هذا ومن بعد نستقبلوا ضيفنا. عشرين اعتداء على 41 صحفي ومؤسسة إعلامية، من بينهم 7 صحفيات و34 صحفي يعملون في 11 إذاعة و8 قنوات تلفزية و4 صحف وموقع إلكتروني. هذه فقط اعتداءات شهر مارس 2017. قوات الأمن تتصدر قائمة المعتدين على الصحفيين بأربع اعتداءات، وعملت على منع الصحفيين من العمل وإيقافهم والاعتداء عليهم. هذا أهم ما جاء في التقرير اللي خدمت عليه وحدة رصد وتوثيق الاعتداءات على الصحفيين وحرية الصحافة بمركز السلامة المهنية صلب نقابة الصحفيين التونسيين. التقرير اتطرق أيضاً لاعتداء المواطنين على الصحفيين، فالمواطنين اعتدوا في 3 مناسبات على الصحفيين في مناطق كالقيروان والمهدية في 3 مناسبات، وطالت الاعتداءات هذه الصحفيين العاملين في ولايتي الكاف وتطاوين في مناسبتين، والصحفيين العاملين في صفاقس والمنستير والحمامات وليبيا في مناسبة واحدة. إحصاء للاعتداءات في التقرير اللي خدمت عليه وحدة رصد وتوثيق الاعتداءات على الصحفيين وحرية الصحافة بمركز السلامة المهنية صلب نقابة الصحفيين، اعتداءات تفرض تحرك النقابة اللي إلى جانب الرصد تقدم جملة من التوصيات للجهات المعنية التي في حلقة مباشرة أو غير مباشرة بعمل الصحفي. أولاً للنيابة العمومية بإيقاف إحالة الصحفيين خارج إطار المرسوم 115، أيضاً للجمعيات الرياضية وقوات الأمن بتخصيص مداخل وأماكن خاصة بالصحفيين في الملاعب وضمان حمايتهم. وزارة الداخلية أيضاً عليها بالتحقيق الإداري في المضايقات والاعتداءات التي طالت الصحفيين ومراسلي المؤسسة الإعلامية من قبل منظوريها، وبتعميم منشور بعدم التعرض للصحفيين أثناء عملهم وخاصة أثناء الاحتجاجات وداخل الملاعب الرياضية. وعلى الإدارة العمومية بإلغاء كل الإجراءات المعطلة لحصول الصحفي على المعلومة وانتهاج شفافية في التعامل مع وسائل الإعلام على قدم المساواة. وحدة رصد الانتهاكات ضد الصحفيين تأكد أن عملها متواصل بالتوثيق ومتابعة تفاعل الجهات الرسمية، ويبقى حسن سير العمل الصحفي الميداني رهين الوضع الاجتماعي والإجراء الأمني والإرادة السياسية. باش نحكيو حول التقرير الأول للاعتداءات الواقع على الصحفيين وعلى حرية الصحافة اللي أصدرته نقابة الصحفيين اليوم في ندوة صحفية. نستقبلوا زياد دبار عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. مرحبا زياد. وبيك عايش، شكرا. بالأرقام زياد، 20 اعتداء على 41 صحفي مؤسسة إعلامية خلال شهر مارس، فما ارتفاع في الأرقام؟ أكيد، تعرف 41 يعني بأكثر من نهار، أكثر من صحفي كل نهار. عزيزة توصلنا على الوتيرة هذه ستاتيكمون بارلون بحكم الإحصائيات باش نوصلوا تقريبا 480 صحفي في العام، يعني تقريبا ثلث الصحفيين في تونس. الاختار كونه الاعتداء على صحفي خلف تقريبا قلق نفسي حتى في العمل الصحفي، حتى في طريقة تناول العمل الصحفي. صحفيين اللي خايفين أكثر باش نخرجوا سور تيرا، وهذا اللي تقريبا اللي بنكون باش يكون عنده انعكاسات سلبية حتى على حق المواطن في المعلومة عن طريق عملنا، عن طريق صحفي يخاف معش واللي يخدم سور تيرا واللي تقلق، لما خطر القلق يجي من بوليسية، قلق يجي من مسؤولين في الدولة، مستشار رئيس حكومة مثلا، قلق يجي حتى من بعض الوزراء، قلق يجي حتى من الظاهرين، قلق يجي من جماهير رياضية، يعني وين مش ردوها مثلا؟ واضح، يعني برشا جبهات مفتوحة، برشا جبهات مفتوحة، وللأسف الشديد ثم ثقافة فلات من العقاب. بالرغم تعرف موجود الفيديوهات، موجود مثلا لي بروف اللي كونه صحافي تم الجهة المعتدية على الصحافي، لانه ما زلنا في ثقافه كونه سوسون لي ريسك دو ميتي بالنسبه للحكومه او بالنسبه خاصه للنيابه العموميه. ديما نشير لها النقطه هذه، كونه في كل مره ما تصنف النيابه العموميه الصحفي مخطئ بين ظفري الا وتتحرك وتحاكمه على موجب قانون المجله الجزائيه مثلا بخلاف مرسوم 115، في حين وصلنا المفارقه كونه محامي على تدوينه على الفيسبوك حكمناه او حسبوه حكموه عن طريق على عن طريق المرسوم 115. معناتها هذه الاشكاليه اللي تحصل. وحبيت نحط الامور في اطارها كونه وحده الرصد هذه تابعه لمركز السلامه المهنيه للصحفيين التونسيين في النقابه، نقابه الصحفيين صلب النقابه، صلب النقابه. والعمل راهو علمي بالاساس، العمل اللي راهو ما ياخذش الروايه فقط نتاع الصحفي،
عندنا رواية الصحافي معناتها يتصلوا بنا زملاء أو نسمعوا بهم تم الاعتداء عليهم، عندنا زملاء رصدين في اللي قاموا بخدمة جبارة جدا برغم يعني قلة الإمكانيات نوعا ما. عندنا زملاء يتصلوا بهم وبعدين يتصلوا بالجهة اللي تم اتهامها بالاعتداء ونشوفوا في الإثباتات وناخذوا الرأي القانوني. اليوم حتى في الاعتداءات وصل يعني وزير التعليم العالي أصدر منشور داخلي بحرمان زملاء من ديكلاراسيون من ليزانترفيو لأنهم تقريبا كانوا نقدين برشا ليهم. شوفوا وين وصلنا اليوم. اليوم في 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 إطار سياسي عام، تعرف ما نجموش ناخذوا الاعتداءات على حدة على السياسي العام. تعتبر 41 يعني نسبة كبيرة جدا، تقريبا ذكرتنا بالسنوات الجمر مع الترويكا مثلا وقت كان الصحافي متهم لأنه صحافي، لأنه بين ظفرين ضد الشرعية وضد الثورة وضد هذا وينتمي الإعلام العار، وينتمي إلى بين ظفرين إلى الإعلام العار، يعني كل هذه الكليشيات الجاهزة من طرف حكومة الترويكا سابقا. اليوم للأسف تقريبا نفس التبريرات وسياسة النعمة تنتجها بعض يعني سواء وزارة الداخلية. اليوم نحكي معك واتصل بنا زميلنا مصور صحفي اسلام الحكير يعمل انترفيو مع قيادي من قيادات نداء سابقين، فكان إلا يعني بحث في مركز ستيان يعني شخص معين أمني جاء وطلب منه بصفة رسمية، عرفوا بروحه شرطي، وطلب منه بصفة رسمية أعطيني شنو قال السيد في الانترفيو وقت الصح زميل طلع على التصوير معنا على التسجيل. قال ما نعطيكش لانه غير قانوني. قال لي راني نحكي معك ميكالمو سينو، راني باش نكرهك في روحك خاطر ديما تخدم في شارع حبيب بورقيب. اليوم تعرف وضعيه صعبه جدا بالرغم يعني في ظل العمل اللي نخدموا به، تعرف اليوم احتجاجات اجتماعيه في تطاوين في كاف في تقريبا في مناطق تونس الكل في القروان. اليوم عندنا برشا مواضيع نحبوا نخدموها، برشا نحبوا نوصلوا صوت المواطن. اليوم خذينا كصحفيين ثقه المواطن والسلطة السياسية بغض النظر عن لونها السياسي، راهي مش باش تقدر تضرب اليوم ثقة المواطن في الإعلام بتحفظاته علينا. سيد خلينا نرجع للتفصيل ومن بعد نمشيو للأسباب، نفصلوا الأرقام هذه، شكون اللي أكثر عرضة للاعتداء؟ معناها خلينا نفهموا خصوصيات الأرقام هذوما، شكون ساعة الصحافي نحكيو على انتهاكات اعتداءات في الميدان، معناها سيغ تيغان المصور والصحافي اللي يبدأ في الشارع بالميكرو نتاعو، وإلا اعتداءات معناتها شكون اللي يتعرض لها أكثر من غيره؟ أنواع المعرضين لها أكثر دائما حتى بطبيعة العمل الصحفي هم الزملاء اللي يشتغلوا في على في سيغ تيغان على الميدان. سواء يغطي مظاهرات، سواء يغطي يعني ماتشوات معناتها مباريات رياضيه معناتها ماتشوات سيرتو نتاع الكوره، او مثلا يعني في تظاهرات كبيره مثلا ندوات كبيره في ندوات استثمار او ندوات حتى يشرف عليها رئيس الحكومه شخصيا، او وصل الامر الى حتى منع يعني وصول الى المعلومه. اليوم تعرف وقت فرحنا وافتخرنا كون تونس تكون عندها تقريبا خامس او سادس قانون في قانون النفاذ العام والمعلومة على مستوى العالمي، قانون متطور، قانون جيد جدا يراعي خصوصية الظرف الحالي من أمن قومي، من يعني من مكافحة الإرهاب، كما يراعي أيضا حق دستوري واضح هو وصول المواطن المعلومة. للأسف الشديد بعد هذا وصلت الأمر كون الانتهاكات أو الاعتداءات طالت زملاء وهم في بيرواتهم. واضح، خاطر المواطن لازم يفهم انه الاعتداء على الصحافي مش كان في الشارع ما تضرب يعني كادرور والا صحافي، زاد الاعتداءات في انك تمنعه من المعلومه او تضغط عليه مثلا. وثم نوع اخر من الضغط اليوم وصلنا له كونه لوبيات سياسيه، يعني تعرف السياسه والمال كيتلموا مع بعضهم ينتجوا فساد. والفساد هذا انتج عنه هرسله لبعض الزملاء صحفيين وخاصه لبعض مؤسسات اعلاميه وحرمانها من الاشهارات العموميه. خاصه الاشهارات يعني يتم مورد رزقها كونه عن قريب ان شاء الله مع جماعه مديري الصحف باش نخرجوا تقريبا قائمه اوليه في المؤسسات تم حرمانها من الاشهار الخاص بغض النظر على العموم. حرمانها من الاشهار الخاص معناها فما اتصال مباشر بالمستشارين، اكيد بالمستشارين ما تستشاروش عند الاشخاص هذوما لانهم هذوما ينقضوا في الحكومه او ينقضوا في شخص الفلاني او ماهمش في الخط السياسي اللي احنا حاجتنا به. وتنجم الشركات هذه والمستشارين يهمها رضا أكيد السلطه اكثر بالطبع. تعرف اليوم عندنا برشا ملفات نجموا نبتزوا بهم رجال الاعمال، عندنا برشا ملفات نجموا برشا قوانين نجموا بهم يفوضوهم، بما بينهم مثلا قانون ما يسمى بالمصالحه الاقتصاديه مثلا اللي فيه قادر اي سلطه سياسيه كانوا تتفاوض مع رجال الاعمال. هذا المشهد الرديء اللي وصلنا له اليوم بعد ظفرين، نعتذر على الساده المشاهدين، هذا المشهد الصعيب اللي وصلنا له اليوم. اليوم كنا نتمنوا كونه تونس تكون بخير، كنا نتمنوا كونه ما تصيرش احتجاجات اجتماعيه ونلقاو حلول، كنا نتمنوا كونه كصحفيين نكونوا مرتاحين،
لأنه راه هو هذا باش يقلق ترتيب تونس على المستوى الدولي. والعالم الكل يشوف تونس مقارنة بليبيا بسوريا باليمن بمصر بالدول العربية الكل صحيح. اللي شهدت حركة اجتماعي يشوف كنقطة ضوء. اليوم وقت نتصرفوا بالطريقة هذيك باش نحبطوا حتى المواطنين. واليوم إذا قتلنا حرية التعبير اللي هي المكسب الأساسي والوحيد إلى حد الآن من الثورة إلى حد الآن، يعني باش نضجوا على حلم يعني أجيال كاملة تعدت. صحيح. وتعرف أنه الاعتداءات على الصحفيين ولا مثلا صحفي يتعدى قدام القضاء ويتحاكم، هذه مادة مغرية جدا للعالم الأجنبي، وصورة تونس أكيد تتمس في هذا أول حاجة. بالطبع تعرف اليوم وقت تم يعني اتهام زملائنا بتكوين وفاق إرهابي، تهمة مضحكة اليوم زملائنا في التلفزة الوطنية على خلفية الساشية متاع الراس متاع الراعي الله يرحمه مبروك السلطاني بالضبط، تم اتهامهم بتكوين وفاق إرهابي، نفس التهمة تقريبا لبعض قيادات أنصار الشريعة التنظيم الإرهابي المورطين في اغتيالات سياسية. يعني شوف صحافي غطى ورس الشيء وأحرج السلطة السياسية اللي غايبة 48 ساعة فتم اتهامه، وهذا كان تقريبا مادة زخمة جدا للإعلام الأجنبي. وتعرف راهو بعض الدول اللي قرى وسطية مثلا في الخليج العربي اللي ما عندهاش تقريبا حتى قانون التحزب، ما عندهاش قانون يعطيها نقابات تولي نعطوها الفرصة باش تعطينا دروس في ديمقراطية وفي احترام حقوق الإنسان. هذه المسألة متاع ولينا كأننا في نفس الوضعية مع الأطباء، الأطباء قاعدين ينديو بقانون يحمي خصوصية الممارسة الطبية، ما تنجمش اليوم تحاكمهم مثلا في الأخطاء الطبية بقانون الحق العام. احنا اليوم الصحفيين كيف المشكلة أنه الممارسة الصحفية قاعدة تتحاسب قدام القضاء بنفس القوانين الزجرية متاع الحق العام. هو بالضبط، هو شوف نحب نذكر بمسار صغير في 2011 كانت عندنا وزارة إعلام قبل الثورة، وزارة إعلام تقريبا هي الفتى قناطق، كان عندنا شخص اسمه عبد الله يعني بتاع البروباغندا بتاع الرئيس السابق، وكانت عندنا مراكز ضغط كبيرة كما لاتيسيو بتاع أسامة الرمضاني اللي يشرف عليها، للأسف الشديد عاودوا ندوروا القصر مرة أخرى ويحاولوا يستنبط لهم أتيسيو جديدة. كانت عندنا هذوما قوى ضغط سياسية كبيرة مسنودة من طرف سياسي. اليوم بعد الثورة خذينا مسار آخر، مشينا في ثقافة التعديل، أنتجنا ليكا اللي هي هيئة دستورية، نجحنا في دسترة هذه الهيئة ومشينا في معناتها هيئة تعديل ذاتي أخرى لمجلس الصحافة اللي تم إعلان باش تم إعلان عنه إن شاء الله عن يوم 3 مايو اللي هو بدا يخدم، ثم هيئة تأسيسية بدأت تخدم. ومن باراليل ثم مرسوم 115 القانون هو بتاع الصحافة، قانون 115 يعطي حصانة للصحافي كانوا ما يتحكمش، ما ثماش عقوبات جسديه بدنيه، صحافي ما يدخلش الحبس على خلفيه اعماله الصحفيه، ما فماش عقوبات سلبه للحريه، سلبي الحريه مش معناتها بالسيد المواطن يفهمنا راهو صحافي ماناش فوق القانون، اما ما تحكمنيش مثلا على اساس على خلفيه مقال على خلفيه ريبورتاج على خلفيه راي ابديته في جريده او في مؤسسه اعلاميه ندخل حبس في اطار خدمته، في إطار خدمتي. كمواطن كمواطن هو تقريبا كل الواجبات والحقوق للمواطن التونسي. هذوما التمشي اللي مشينا فيه الى حد الان مازال سوء فهم كبير من طرف القضاء عن حسن نيه او عن سوء نيه، احنا بالنسبه لنا قناعتنا مناش مفتشي ضمير، لكن القناعه الحاصله كونه ليست هناك اراده سياسيه او اراده لدى النيابه العموميه لتطبيق المرسوم 115 في مكافحه على الاقل في محاكمه الصحفيين على خلفيه اعمال صحفيه. اليوم بخلاف الاطباء، تعرف الاطباء عندهم مهنه قائمه على الاخلاقيات، لكن ثم في الدول المتقدمه كود لا سونتي بوبليك، ثم مجله الصحه العموميه فيها قوانين في حاله الخطا الطبي من يكيف الخطا الطبي، وديما الاحسن مهنه كتعدي روحها بروحها تنتج، يعني معناتها قطاع الصحافه يختلف نوعا ما، وهدف الديال هو كونه بالنسبه لنا المهنه تعدي روحها بروحها، يعني الصحافي يصلح روحه بروحه. احنا وصلنا كيف ولا فما المرسوم 15 مفروض انه وصلنا، لكن المشكله في التطبيق. في التطبيق لانه ثقافه التعديل ثقافه جديده، عندنا 5 سنين في تونس. تقدمنا اشواط، ما زلنا اشواط باش نتقدمهم، لكن بالثابت والاكيد احسن من كونه عندك تكون وزاره اعلام. اليوم تعرف اليوم عضو البرلمان في مصر عنده جريده البوابه، تم سحب الجريده لانه انتقدت وزير الداخليه. اليوم مثلا جريده الاهرام في الساعه اليوم تم منحها من الصدور في مصر لانها انتقدت رئيس مجلس اداره الاهرام. هذا ما نحبوش نسمعوا به في تونس، لانه اليوم نرضاو بالصغير باش مراجعه ما عندناش الحق باش نتكلموا على حاجات الكبيره. هذا اللي صار في بعد 7 نوفمبر عام 91 تقريبا بالضبط، هذا اللي صار يعني بالانقلاب على الحريات، هذا اللي نفس الوضعيات الانتقاليه. اليوم سي ناجي البغوري نقيب صحفيين قال انه يعتبرها اعتداءات ممنهجه بالنسبه ليه.
على الصحفيين. هو شوف كما قلت لك راهو الارقام تتكلم وحدها. لما تصير مشكله في الداخليه نتصلوا له مرة. 41 صحافي في شهر يعني اكثر من صحافي يوميا يتم الاعتداء عليهم، يعني اصبح خبزنا اليوم. يعني تصور انت كل يوم صحافي يتم الاعتداء عليه، يتم منعه من التصوير او طلب رخصه وهو يصور في الشارع، وتعرف الداخليه او تعرف العون الامني اللي طلبه برخصه اللي مطلبه غير قانوني، لانه الرخصه تطلب الا في تصوير في محكمه او تصوير في ثكنه عسكريه او منشاه امنيه. هذا يعرفوا اللي هو يعرف. لكن يعني ديما موجوده المساله. اليوم اعتداءات مهمه لاجل انه 41 اعتداء، والاعتداءات تنوعت. عندك وزاره الداخليه، عندك حتى بعض المسؤولين الكبار في الدوله يمنع صحفيه باش تتكلم ويقول نحن اليوم في اطار موضوع معين فلا داعي لطرح اسئله تخص التحوير الوزاري مثلا. اليوم لما وزير التعليم العالي تعرف تعليم معناتها ثم قيمه اعتباريه لوزاره التعليم سواء التربيه او التعليم، يعني يكون مثال سيء يحتذى به لدى الوزراء ويعمل ليست نوار بينه وبين روحه، هذا نتكلم فيها المؤسسه الاعلاميه، هذه المؤسسه هذه ما نتكلمش فيها مثلا، هذا خطر. لما تشوف مواطنين عاديين، بعض المواطنين مثلا او بعض حتى مظاهرات في في في, في مدينه الجم وقت المشاو زملائنا في التلفزه الوطنيه باش وصلوا صوت المظاهرين تم الاعتداء عليهم. يعني تقريبا كل الاعتداءات مرت بدون فتح تحقيق. كل الاعتداءات مرت بدون كون النيابه العموميه تحمل مسؤوليتها القانونيه. نبدو على الاخلاقيه، يعني لو مينيستير بيبليك معناتها الوزير معناتها العدل مطالب، ما النيابه العموميه تبع وزاره العدل ولا لا؟ سيد الوزير العدل نحملوك مسؤوليه كون تراخي تجاه معناتها المعتدين على الصحفيين. والتاريخ راهو يسجل، ونحب نوصلوا لهم ميساج كونه لو دامت لغيركم لما آلت اليكم. نفس المنطقة اللي انتم كنتوا وقت تعرضوا في الترويكا ولا تعرضوا في مهدي جمعة ولا حبيب الصيد ولا حتى في بن علي، كانت حرية الإعلام مكسب أساسي من الثورة وكنتوا تفتخروا بها وتدافعوا. اليوم تعملوا ما يعملوا أكثر وأخطر ما يعملوا فيه الوزراء السابقين. واضح. زياد سامحني نكملوا تدخلات السلطة التنفيذية ونفصلوها توا في واقع الاعتداءات على الصحفيين بعد فاصل قصير ومن بعد نرجع.